إدارة السوشيال ميديا الخاصة بالعالمين بالمهرجان أعلنت عن تخصيص منصات لحملات توعية سياحية متواصلة. نتعرف على الحملات المختلفة من خلال اتصالنا بندى فتحي مدير الاتصالات التسويقية والمسؤولة عن السوشيال ميديا لمهرجان العالمين الجديدة. برحب بيكي. مساء الخير يا ليلى، مشرفني ان انا اكون موجوده معاكي وعلى القناه الاولى. مشرفنا وجودك. وازاي بيتم استغلال السوشيال ميديا عشان نروج للعالمين الجديده؟ ازاي كمان الحملات اللي بتقوموا بيها بتضم كل الفئات؟ هو في الحقيقه لو هتكلم عن مهرجان العالمين الجديده، وهو فرايتي بتحصل فيه كتيره او اختلافات النشاطات اللي حاصله فيه، هي بتوري كمية الجمال اللي موجود في العالمين الجديدة، سواء من شواطئ من أريناز موجودة هتبقى متاحة طوال السنة أو في وقت السيزون فقط، وفي أنشطة كتيرة هتبقى موجودة طوال السنة. وده بيشجع على حاجتين، إن احنا نوري لمصر وللوطن العربي وللعالم حلاوة العالمين الجديدة والحاجات الأنشطة اللي ممكن تبقى موجودة طوال السنة. يعني ازاي شايفين مردود الناس على الحملات المختلفة اللي بتعملوها؟ التفاعل ازاي؟ التعليقات؟ وكمان ازاي ده حمس ناس كتير انها تيجي وتشوف المهرجان؟ والله في الحقيقة احنا على طول عندنا بنتكلم بالارقام، لو من اول جولاي او من اول يوليو لغاية 30 يوليو 31 يوليو كان عندنا 55 مليون امبريشن. ده في السوشيال ميديا رقم كبير جدا، وعدد او يس عدد كبير جدا من الناس. هو بس مش موجود في مصر، لا هو الستاتستكس بتقول بالاي اي ريبورت ان كمان عدد كبير من الناس دي موجود في السعوديه وفي دبي وفي يو كي ويو اس. فده معناه ان احنا قادرين نوصل مش بس لجوه مصر، لا يا العالمين دلوقتي مكان سياحي انترناشونال. ده غير كمان كان في كونفرنس من كام يوم مع الاستاذ وزير السياحه وعمر الفقي، واعلن ان في 104 بلد يعني جنسيات 104 جنسيه موجودين في العالمين. فمن خلال المهرجان قدرنا نسوق لمكان العالمين او الديستنيشن نفسها. مردود الحملات دي قلتي ان رصدتوا كتير من السياح او المتواصلين من العرب والاجانب، يعني ازاي شايفين ده وانه بينعكس على السياحه بشكل كبير في العالمين الجديده؟ فكره الدعايه، دايما في مصر بنتكلم محتاجين دعايه اكتر للاماكن اللي موجوده عندنا، ازاي السوشيال ميديا سهلت ده؟ السوشيال ميديا هي دلوقتي التول الاساسي او الاداه الاساسيه عشان نوصل لكل الناس. الناس دلوقتي كلها يعني احنا بنتكلم على 70% من العالم كله هو بيستخدم السوشيال ميديا، لان دي اسهل حاجه، التليفون ماسكه في ايده مش محتاج لسه يفتح تلفزيون ويوصل، لا هي اسهل حاجه ان السوشيال ميديا سواء اذا كان انفلونسر او اعلانات بتتعمل او حتى مجرد بوست بيتعمل طالع من بيج او اكونت ما تكونش بيرسونال، تكون لمؤسسات ويكون لانتيتيز او لايفنت زي مهرجان العالمين، يقدر يوصل لناس بتكتب زرار. فالسوشيال ميديا سهلة قوي نوصله لجميع الناس، وفي نفس الوقت صعب عشان نوصل الصورة اللي احنا عايزين نصورها مظبوطة لو هتكلم من السوشيال ميديا. فدايما نركز على الحاجات اللي هي فعلا الناس مش قادرة تشوفها، وبنحاول نطلعها ونبرزها من السوشيال ميديا ونطلعها في العالم كله. هل في أنشطة وفعاليات معينة ركزتوا عليها، ولا أنتوا يعني بتتابعوا كل الأنشطة اللي موجودة في المهرجان؟ يعني شكل الدعاية اللي بيتم تفاصيله إيه؟ هو السوشيال ميديا دايما بنحب نكفر كل حاجة، لأن هو مهرجان ومدينة العالمين الجديدة هي مكان في حاجة لكل الناس، وفي حاجة لكل فرد، وفي حاجة لكل فئة، لكل أفراد الفاميليز أو العائلات سواء صغيرين كبار، محبي حيوانات، محبي سبورتس، باسكت بول موجود، كرة سلة، كرة قدم، حد بيحب ريسلينج، عندنا قضية جاية، عندنا كونسرت كتيرة جاية، حفلات بمختلف أنواعها، اللي بيحب ويكس كايروكي، محمد منير، الهضبة، حاجات مختلفة كتيرة قوي، يعني في أسامي كبيرة قوي جاية. وغير الفقرات اللي وزارة الثقافة بتنطقها كل يوم بالليل بتتم في المنطقة الترفيهية، لأنه مش مكان واحد، هي العالمين دلوقتي مكان حيوي جدا، مفيش سبوت فيه مفهوش حاجة. حتى بالليل لما الناس تمشي وانت ماشيه هتشوفي جمال وحلاوه الشوارع، ان هي موجود فيها فاميلي بكل او اسر بمختلف انواعها، بسيطه وبينجويو او بيستمتعوا بالميه في الشواطئ المفتوحه. فهو مكان معمول لكل الناس، فده مسهل علينا يعني كل حاجه، مسهل علينا الماركتنج اللي احنا نوصل من الصغير للكبير جوه وبره مصر. ايه ابرز التعليقات اللي يمكن جات لكم على الانشطه المختلفه في المهرجان، او يمكن طلبات لاحظتوها من خلال البوستات اللي بتنزلوها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اكتر حاجه الناس بتسال عليها دايما ومتكرره كانت الشاطئ المفتوح،
ودي كانت اول حاجه في اول شهر، وبعد كده تم افتتاح الشاطئ المفتوح للجميع والناس ابتدت تنجوي، بقينا نعمل كفرج للحاجات اللي بتحصل هناك. بعد كده الناس بقى عايزه تلحق تحضر كل حاجه، فدايما اكتر اسئله بتجيلنا في ايه الويك اند ده، لان احنا بقى ما بقيناش ويك اند بس، ورايتي اوصل للناس اللي مهرجان العالمين، لا هو كل يوم بقى فيه فعاليات. الويك اند طبعا بيحصل الحفلات الكبيره جدا الضخمه زي الهضمه ما كان موجود امبارح، وكل ويك اند قبليه كمان من اول يوليو، ولكن احنا مستمرين لغايه اخر 8 ان شاء الله. فاكثر سؤال بيجي لنا هو الويك اند ده هيحصل فيه ايه؟ يعني احنا الناس حاساها دايما بقت مستنيه المفاجاه اللي جايه الويك اند ده او اللي بعده. هي الحقيقه المفاجات ما بتنتهيش، والانشطه كمان مستمره على مدار الاسبوع، وبنتفاجئ كمان بمشاركات جديده يمكن ما كانتش لسه معلن عنها مع بدايه المهرجان. انا بشكرك شكرا جزيلا ندى فتحي، مدير الاتصالات التسويقيه والمسؤولة عن السوشيال ميديا لمهرجان العالمين الجديدة، شكرا ليكي.